الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. إيه معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام؟ إيه معناه؟ يعني قتالكم أيها المسلمون في الشهر الحرام جائز إن كان جزاء لقتال المشركين لكم في الشهر الحرام. يعني هما بيقتلونا في الشهر الحرام، نقول خلاص ده الشهر الحرام ما بنقاتلش فيه، مادام هما اللي ابتدأوا القتال يجوز لنا اللي احنا نقاتلهم في الشهر الحرام. عندنا كام شهر حرام في الشهور؟ أربعة. مين يقولهم لي؟ المحرم ورجب. لا مش شعبان، مش صفر، في ثلاثة ورا بعض يا جماعة، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم ورجب لوحدي، يبقى دول الايه الاشهر الحرم. ليه اسمه الشهر الحرام؟ لانه حرم فيه القتال، او للدقة كان العرب يحرمون القتال فيه من قبل الاسلام. في الجاهلية كانوا بيعتبروا ان لا يجوز القتال في الاشهر الحرم. طيب الشهر الحرام بالشهر الحرام، ما دام هم اعتدوا علينا وقاتلونا يجوز ان احنا نقاتلهم في الشهر الحرام. والحرمات قصاص، ده من باب القصاص. طيب ليه الحرمات؟ يعني هي في كام الحرمات؟ جمع حرمة. عندنا حرمة الشهر الحرام، وعندنا حرمة المسجد الحرام. مش ربنا قال فإن قاتلوكم فيه فاقتلوهم؟ مع ان ده المسجد الحرام، لكن ده من باب القصاص. وعندنا كمان يبقى الزمان الشهر الحرام يجوز القتال فيه لهم ابتدأوا القتال، والمكان المسجد الحرام برضو يجوز ان نقاتلهم لهم ابتدأوا فيه القتال. وساعات اثناء الاحرام طبعا دي بنأدي شعيرة، منفعش يبقى فيه قتال، لكن لو اعتدوا علينا يجوز لنا ان نرد هذا الايه العدوان. عشان كده جاءت كلمة الحرمات جمع، حرمة الشهر، حرمة المكان، حرمة العمل أثناء الإحرام. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. طب ليه هنا جت كلمة واتقوا الله؟ لأن النفس يا أخواننا غالبا لما بيسمح لها بأن ترد العدوان أو أن تستوفي حقها تزيد في ذلك. يعني خد حقك بس اتق الله، خد حقك بس ما تعتديش في أخذ الحق. فعشان كده ربنا ذكرهم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، والإنسان لا يتجاوز حدود العدل في استفاء حقه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والآية دي ليها قصة، سبب نزول صحيح عند الترمذي بإسناد صحيح. كان المسلمين في معركة مع الروم، فواحد من المسلمين دخل على جيش الروم بشجاعة منقطعة النظير، فقال بعض المسلمين لقد أودى بنفسه إلى التهلكة. إيه اللي بيعمله ده؟ فأبو أيوب الأنصاري الصحابي الجليل كان قاعد معاهم في هذه الغزوة أو في هذه المعركة، فقال لهم أيها الناس إنكم تفهمون هذه الآية على غير معناها، وإنما نزلت فينا نحن الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قلنا لبعضنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعز الله الإسلام وكثر ناصروه ولقد ضاعت أموالنا. يعني احنا طول الوقت ده عمالين ننشر الإسلام ونجاهد ونحارب، وطبعا كل ده أثر على تجارتنا ومزارعنا وشغلنا وفلوسنا. خلاص بقى الإسلام انتصر
وضاعت أموالنا، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا فيها ما ضاع ما ضاع منه. إيه رأيكم بقى نوقف شوية الجهاد ونركز شوية في الزرع والتجارة والفلوس؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الله، فكانت التهلكة إصلاح الأموال وترك الجهاد، فكانت التهلكة إصلاح المال وترك الإنفاق في سبيل الله. طب ليه دي تهلكة يا إخوانا؟ ما أنت لما تنشغل بالدنيا وتنشغل بهذه الأشياء وتترك الجهاد ستكون فريسة سهلة لأعدائك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو يعني الحل في محنة المسلمين اليوم، قال لهم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر، ماشيين ورا البقر عشان البقر بيحرث الأرض، فأنتوا إيه ماشيين وراها، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لو رضينا بالدنيا وسبنا الجهاد وسبنا قضية الدين وسبنا مبدأ الإسلام ونشر الإسلام، ربنا عز وجل يسلط علينا ذلا لا يرفع حتى نعود إلى ديننا. فحتة اللي أنا أهتم بدنيتي وأسيب ديني، إحنا قوم لا ننصلح إلا بالدين. فأنت لما تصلح مالك وتسيب الجهاد وتسيب الإنفاق في سبيل الله، يبقى كده أنت بتودي بنفسك إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى ده درس يا أخوانا مهم جدا، الإنسان يعني يعمل للآخرة، يعمل لدين الله عز وجل حتى وإن جاء على دنياه. أنت بعت، خلاص بعت نفسك لربنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تبيع نفسك ليه وتبيع ملك ليه؟ عشان الجنة. تعبان بقى شوية، فلوسك بتقل شوية، من خلاص خلاص أنا بعت واشتريت، اشتريت الجنة. التهلكة اللي أنا انشغل بالدنيا واسيب الدين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال العلماء: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآية عامة في النهي على كل ما يودي بالإنسان إلى التهلكة، زي التدخين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، زي الإنسان يكثر من العادات الضارة اللي ممكن تأثر على حياته، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، زي الإنسان عايز ينتحر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يكرمك.